إنه لجهاد نصر أو استشهاد. هاي كانت كلمات الشيخ عز الدين القسام لما أشعل الكفاح المسلح في فلسطين. ولكن كيف بلشت شرارة هاي المقاومة؟ بهذا الفيديو راح تعرف. عام 1882 انولد طفل صغير في مدينة جبلة على الساحل السوري. عرف هذا الطفل بين أقرانه أنه بيكره الاستعمار الغربي للدول العربية من لما شاف الأتراك بياخذوا أخوه الكبير على الحرب ومات فيها. وبعمر صغير 14 سنة سافر عز الدين القسام على مصر على الأزهر لحتى يدرس، وكان فكر الأزهر بوقتها هو التصدي للاستعمار، وهون كبرت شخصية عز الدين القسام وانصقلت على الثورية والجهادية. وبعد ما طلع من سوريا طفل صغير رجع عز الدين القسام كشيخ وخطيب وإمام لمسجدين في سوريا، وبعدها اشتعلت الثورة السورية ضد الاستعمار الفرنسي، وكان أحد أكبر القادة المطلوبين للاستعمار الفرنسي الشيخ عز الدين القسام، وهذا اللي خلى الاستعمار الفرنسي يحاول يكسب رضا الشيخ عز الدين القسام عن طريق انهم يحاولوا يرشوا ويخلوه قاضي على سوريا. ولكن عز الدين القسام رفض العرض من الاستعمار، وتم اصدار الحكم بحق القسام مطلوب للاعدام. وبعد حكم الاعدام كان لازم للشيخ عز الدين القسام انه يختفي على الساحة ويروح يختبئ في مكان امن، ولكن الشيخ عز الدين القسام ومجموعة من المجاهدين قرر انه ينزل من سوريا لفلسطين لاشعال الثورة ضد الاستعمار الانجليزي والعصابات الصهيونية اللي بتحاول السيطرة على فلسطين. يعني من الاخر هرب من الموت للموت. اتقسمت ثورة عز الدين القسام لثلاث مراحل. كان معروف الشيخ عز الدين القسام بسوريا انه قريب من الفقير قبل الغني، وانه خطبه بتلمس جميع طبقات المجتمع، لهيك قرر الشيخ عز الدين القسام يشتغل بمسجد بمدينة حيفا في فلسطين، وكان خطيب هذا المسجد. كان الشيخ عز الدين القسام بالمرحلة الاولى من الثورة يزور المراكز الشبابية ويقرب الشباب منه، وبلش الشيخ عز الدين القسام من منبره في مسجد الاستقلال في حيفا بنشر فكرة الوقوف ضد الظلم والاستبداد وطرد الاستعمار الانجليزي والعصابات الصهيونية من فلسطين. وكتب التاريخ انه خطب الشيخ عز الدين القسام في مسجد الاستقلال كانت الناس تكون واقفة لبرة من كثر ما الناس بتحب خطبه الجهادية والثورية اللي رجعت الامل للشعب الفلسطيني. وهون بلشت المرحلة الثانية من الثورة، وفي واحدة من هدول الخطب وقف الشيخ عز الدين القسام بصوت عالي وسأل الناس هل انتم مؤمنين، ورد بصوت عالي وقال لا لو كنتم مؤمنين، وطلع سلاح من جيبته وقال لو كنتم مؤمنين عليكم بشراء السلاح للدفاع عن الوطن ومجابهة الخطر الصهيوني القادم وطرد المستعمر. وهذا كان شبه الإعلان الرسمي من الشيخ عز الدين القسام للجهاد في فلسطين. وبعد ما توفرت الظروف المناسبة صار لازم للشيخ عز الدين القسام ينتقل للمرحلة الثالثة والأخيرة من الثورة. اختار الشيخ عز الدين القسام مجموعة من الشباب وبلش يدربهم على حمل السلاح والرماية، وكان اسم هاي المجموعة الصغيرة القساميون، وكان شعارهم إنه لجهاد نصر أو استشهاد، وظل هذا الشعار معنا لليوم. بلش القسام والقساميون مجموعة من العمليات العسكرية ضد المستعمر، وظل المستعمر سنوات يحاول يعرف مين وراء هاي العمليات، لحد عام 1935 أحداث البراق، محاولة اليهود السيطرة على حائط البراق اللي هو جزء من المسجد الأقصى، وهاي كان إلها قرار مفصلي في الثورة. زهق القسام من النضال السري بعد ما دنس اليهود المسجد الأقصى وقرر إعلان الثورة رسميا. وقف الشيخ عز الدين القسام قبال مرته وسألها هل أنت والدهر علي أم معي على الدهر؟ ردت عليه وقالت معك على الدهر. باع الشيخ عز الدين القسام بيته في حيفا وذهب مرته وشرى فيها سلاح وعتاد للمجاهدين اللي معه. 1935 أعلن القسام ثورته وخرج مع 10 من المجاهدين لمنطقة يعبد في جنين، منطقة حرشية راح تساعد القسام للعمليات اللي مخطط لها لتبدأ معركة أحراش يعبد واللي كانت الشرارة في الثورة الفلسطينية. سميت معركة لأنها كانت أول مجابهة فعلية بين المقاومة الفلسطيني والجيش الأقوى في العالم الجيش البريطاني. قدر الشيخ عز الدين القسام وعشرة من المجاهدين بالبندقية الوقوف ضد الجيش البريطاني بـ400 جندي ومدفع وطيران، وبعد 4 ساعات من القتال استشهد الشيخ عز الدين القسام برصاصة
في جبينه، وهذا يعني انه كان يقاتل للنهايه وما هرب من 400 جندي مع انهم كانوا بس 10. ممكن تسال حالك سؤال انه ليه 10 اشخاص قرروا انهم يوقفوا ضد جيش كامل هم عارفين انه اكيد راح يستشهدوا بعديها؟ ولكن الشيخ عز الدين القسام كان مؤمن تماما انه نجاح المعركه بقيام المعركه وليس بالانتصار فيها، لانه كان متاكد انه الشعب الفلسطيني كله راح يثور بعد هاي المعركه، وهذا اللي صار. انتهت المعركه باستشهاد القسام واشتعلت ثوره فلسطين الكبرى بقياده البطل من بعد عز الدين القسام عبد القادر الحسيني. وكتب التاريخ انه الفلاح والبندقيه الخفيفه وقفت فجه احد اكبر جيوش العالم للاستعمار البريطاني. وهون وصلنا لنهايه الحلقه، ان شاء الله انك تكون استمتعت يا عزيزي المشاهد. استنوني بالحلقه الجايه.